سامي، أليس الله يعلم احتياجاتنا بدون أن أطلب منه؟ ده سؤال كويس. في واحد بيسأل واحدة، أصلي إيه بدل ما أكون عارف؟ أولاً الصلاة مش مجرد نصائح بنقدمها وناخدها من ربنا، الصلاة معناها سر. هو أنت ممكن تقول أقول صباح الخير لبابا ليه؟ أنا مش عاوز منه حاجة النهاردة يا أخي، ده أبوك يا أخي، صح؟ أنت ما تعرفش هتحكي معاه إيه لما تطلب منه؟ ده تبقى بنوة إيه دي؟ هو الصلاة حب، الصلاة علاقة، والعلاقة مش واقفة على طلبات، لأنه إحنا بنحب ربنا وهو بيحبنا فبنقضي معاه وقت. عشان كده تلاحظوا في صلوات الدور والقداس جزء كبير من الصلاة ما فيهوش طلبات، إيش شكر، ومثلا نقعد نتغنى في عمل ربنا وإحساناته، تسبيح لربنا، في حاجات كتير من الطلبات. حتى الطلبات بنطلبها وبنقول في الآخر لتكن لنا مشيئتي بل مشيئتك، يعني برضه اعمل اللي أنت شايفه يا رب، لكن بنعبر عن طلباتنا لأن إحنا أولاده فمالناش غيره. وهو ربنا سبحانه ربنا قال كده، قال اطلبوا تأخذوا، اطلبوا تجدوا، قرعوا افتح لكم، واطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يمكن دي ترد على سؤالك، ان لما الواحد يطلب ويذنب الطلب ربنا يستجيب يفرح ويحب ربنا اكتر، زي المزمور اللي بيقول له احمدك يا رب لانك استمعت كل كلام فمي، يعني كل خطوبك يا رب وصل عندك وسمعته. فتلاقي لما تطلب من ربنا ربنا يستجيب، تحبه اكتر، العلاقه تبقى اقوى. بعض الطلبات ربنا ما بيستجيبهاش لحكمه عنده، هو شايف حاجات احنا مش شايفينها، ممكن يكون الطلب مش مفيد، وممكن يكون الطلب متاجل، يمكن لسه وقته. يعني مثلا زكريا وإليسابيث والناس بركه مقدسين، فضلوا يصلوا عشان يجيب عيل ما قعدوا سنين، يمكن نسوا الطلب، لكن ربنا ما نسوش. بعد سنين طويله قوي فضلوا بالبلد بيقولوا الطلب مستجيب، بعد ما هم يمكن نسيته. فاحنا هنصلي لان احنا بنحب ربنا اولا، وهنصلي ونطلب لاننا مش عارفين هو عاوز ايه، احنا عارفين احنا عاوزين ايه، فبنعرف اللي عاوزينه. كمان اقول لكم حاجه، لما الواحد يقرب من ربنا اكتر كل الطلبات بتبقى طلبات روحيه. كل ما يقرب من ربنا بيحس ان الدنيا مش مستاهله الواحد ينشغل بيها كتير، فبيطلب بقى من اجل التوبه، ويطلب من اجل الخدمه، ويطلب من اجل خلاص العالم، ويطلب من اجل وحده الكنيسه، ويطلب من اجل سلامه التعليم، ويطلب. وتلاقي كمان طلباته بقت رايحه للناس اكتر ما رايحه لنفسه، لانه بيبقى اقرب من ربنا، ربنا دايما يفكر فينا مش بيفكر في نفسه.